بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن معجزة البعوض. إن شاء نتأمل هذا المخلوق الضعيف، ولكن العلماء يقفون حائرين أمام أسواره، ولذلك لم يستحي الله أن يضرب مثلا عن هذا المخلوق، أي عن البعوض. هذا الكائن الصغير له عجائب وغرائب كثيرة. فالبعوضة عندما تطير ترفرف بجناحيها 500 مرة في الثانية الواحدة. في عالم البعوض الأنثى هي الأقوى، وهي التي تقوم بمعظم المهام مثل تربية الصغار وتغذيتهم من خلال مص الدم من جسد الإنسان والحيوان. وللبعوضة قلب ودماغ وعيون معقدة، ولديها خلايا عصبية لمعالجة المعلومات. وقد زودها الله بأجهزة معقدة جدا تستطيع من خلالها معرفة نوع الدم الذي يناسبها، وتميز رائحة الإنسان من مسافات طويلة جدا. إنها معجزة تستحق أن نقف أمامها. ويعتقد بعض العلماء أن البعوض يعالج المعلومات بسرعة هائلة وكبيرة في دماغه. لا يمكن للطبيعة أن تكون هي التي طورت هذا الأسلوب الفائق لديها، ولا يزال العلماء يكشفون أسرار هذا الكائن. ولذلك ذكرها الله في كتابه: في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعرف شيئا عن عجائب البعوض. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون إنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة آية 26، والله أعلم.